بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الإخوان مشتورة من هارق أن نجدد رئاسة مجموعة التعاون. الحمد لله حظيت بشرف رئاستها وبالإجماع، وكذي ترشح حد الحمد لله للمرة الثانية. هذا الشيء هريد باللقاء، يمكن ذي 6 سنين نعدو نخدم مليح نجا المؤسسة عن في الطريق الصحيح. ونتمنى الاخوان نعاونن باش نوي منايا غزات، ما غادي تصل المشاكل ان شاء الله، خاص نتغلب بمساعده رؤساء الجماعات. وشكرا. السلام على اشرف المرسلين. سيد الكاتب العام، سيد رئيس قسم الجماعات المحليه، اخواني الرؤساء، والان اجدي تشكراتي لثقتكم للمره الثانيه على التوالي، ونطلب الله عز وجل ان اكون ضمن الجميع، وأنا أوفي بعهدي لإتمام مسيرتنا في هذه المؤسسة التي كنا ترأسناها سابقا. هذه المؤسسة كما تعلمون هي فيها مشاكل عدة وشائكة، من بينها المطرح وجمع النفايات، هي من أصعب المشاكل التي تعاني منها الجماعات. والآن في يقيني بأن إخواني الأعضاء الرؤساء سيكونوا بجانبي، وخاصة السيد رئيس مجلس البلدي لإقليم الناظور والسيد رئيس مجلس البلدي لإقليم زغنغان، هما المعنيان الأكثر من جميع الرؤساء، لأن الرئيس مجلس البلدي لإقليم الناظور وزغنغان مشتركين في عدة مسائل، أما الآخرين إلا في المطرح. وأطلب منهم ثانية مد يد المساعدة لنتغلب على هذه المصاعب، لأنها مصاعب قوية تتطلب الحنكة والحذر للتغلب عليها. وشكرا وشكرا للجميع، ونطلب منكم المساعدة مرة ثانية، وشكرا على ثقتكم.